السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون بخصوص الدرس ديال التكامل او حساب التكامل او لا بارتي الثانيه ديال حساب التكامل، حيت ديجا درنا لا بارتي الاولى اللي كان فيها او اللي درنا فيها تذكير بخصوص حساب الدواء الاصليه، ودرنا بعض التطبيقات بخصوص الدواء الاصليه. دونك اليوم غادي نشوفوا هذا حساب التكامل. دونك كيف ما قلنا بان اذا كان عندنا واحد اف، قلت لي هل بهذا لو سونس هذا اف بريم كيتسمى الاشتقاق، وباش نرجع كيتسمى الداله الاصليه او حساب التكامل، حيت الداله الاصليه كيف ما قلنا كنعرفو كنجبدو غير الداله الاصليه ديال واحد فونكسيون فواحد المجال في مجال التعريف ديالها. دونك هنا في هذا حساب التكامل كيفرض علينا اننا ندرسو ديك اف في هذاك المجال بالضبط، ولا كنحسبو او كيعني اننا كنحسبو التكامل في واحد المجال بالضبط، يعني كيعطيني واحد ما بين ا و بي ولا المهم ندير واحد التعريف بالتعريف. دونك نبداو بالتعريف. دونك خص تكون اف متصله، الا كانت متصله على واحد المجال ا بي اذا فان هاد اف هذه نفسها تقبل داله اصليه، تقبل داله اصليه على ا بي، مفهوم؟ وكيف ما قلنا بان الداله الاصليه ديال هاد اف هذه هي غروند اف، هي غروند اف، مفهوم؟ دونك هاد التكامل هذا باش كنرمزو ليه، كنرمزو ليه بهاد لو سامبول هذا، كنديرو لانترفال اللي عطاونا اللي هو ا بي ديال بتيت اف دو تي ولا دو اكس دي تي ولا دي اكس. المهم كان فاريابل هنا تي كندير دي تي، كان اكس كندير دي اكس، مفهوم؟ يعني غير الفارياسيون بارابور داك الفاريابل، مفهوم؟ اش كتساوي لنا؟ دونك اف قلنا بان الداله الاصليه ديالها اللي هي اف كونت اف، اش كتساوي لي هي كونت اف دو تي، ياك؟ بحيث هاد لي بورن هادو كنديرهم على هاد الشكل هذا، يعني محصور ما بين ا و بي، اللي كتساوي ليا اف دو بي ناقص اف دو ا، مفهوم؟ اف دو بي ناقص اف دو ا، مفهوم الشباب؟ الاخر ناقص الاول، يعني الا كان عندي واحد لو سيغمون بحال هكا كانت عندي بي هنا و ا هنايا و اف لانتيغرال ديالها كندير اف دو بي موان اف دو ا، حيتاش دابا الا بغيت نعرف المسافه ما بين ا و بي ديريكتومون كنمشي نحسب، كعطي وعندي القيمه ديال ا ديال ا والقيمه ديال بي، باش نحسب شحال عندي هنايا شحال كتساوي المسافه ا بي كندير بي موان ا، مفهوم الشباب؟ دونك كمثال الا كانت عندي ما بين واحد و سانك شحال درجه غتكون عندي، كيف ما كنعرفو نحسبو بانها كتساوي واحد دو تروا كاتخ اي سانك، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه، وباش نحسبها يمكن لي ندير 5 موان 4، هي 5 موان 4 غتعطيني 5 موان 1 تعطيني ديريكتومون اللي هو 4، مفهوم؟ يعني العدد ديال هاد بي هذا ناقص ا، ولكن في الانتغرال غادي نعرفو كيفاش، حيت الفونكسيون يعني الصوره ديال بي والصوره ديال ا، مفهوم الشباب؟ دونك وهاد الانتغرال هذا او التكامل كيتسمى، دونك هاد لو سامبول كيعني دي تكامل من ا الى بي، يعني كيتسمى تكامل، يسمى تكامل ديال اف من ا الى بي او تيت بي، مفهوم؟ هادشي باش كان شي، المهم ك باش نعبروا عليه، مفهوم؟ دونك ندير واحد المثال، ما غنخدمو تمارين، هادشي في الاول غادي يبان لك في اشكال، ولكن بعد ما نخدمو تمارين غيبان لك داكشي انه واضح. نحسبو لانتيغرال ديال فونكسيون اكسبونونسييل ديال اكس دي اكس، وكيف ما كنعرفو سمحوا لنا الشباب على هاد السطح هذا، حيت دابا الناس على برا راه كيف ما عارفين. المهم اكسبونسييل اكس المشتقه ديالو اللي هو ديريكتومون اكسبونسييل اكس، ياك؟ والاكسبونسييل ديال واحد فونكسيون اف المشتقه ديالو كنزل هاد اف بريم وكيولي اكسبونسييل ديال اف نفسها، مفهوم؟ المهم اف فوا هذا ملتيبليكاسيون ماشي تركيب. دونك نحسبو هاد الانتيغرال هذا، كما قلنا بان الا بغيتنا نرجع من مشتقه الداله الاصليه كندير لانتيغرال، يعني هو هذا لانتيغرال اللي بغيت انا هو اللي هو كنقلب عليه. دونك لانتيغرال ديال اكسبونسيال اللي هو نفسه اكسبونسيال، دونك كندير ما بين اونتر با اونتر لي دو كروشي
كندير هاد الدالة الأصلية، والدالة الأصلية دي إكسبونسيلي نفسها إكسبونسيل محصورة ما بين زيرو و أن، أ و بي، أ و بي ياك الشباب. أشنو كتساوي ليا؟ إف دو بي موان إف دو أ، هنا عندي إف إكسبونسيل دو بي اللي هو واحد ناقص إكسبونسيل ديال زيرو، يعني إكسبونسيل دو أ نعوض إكس بلي بون ديالو، فهم؟ إكسبونسيل ديال زيرو، إكسبونسيل دو أ سي أو موان إكسبونسيل زيرو سي أ، مفهوم الشباب؟ المهم اشنو كنعنيو بهذا التكامل هذا كمثال؟ المهم ناخذ هذا واحد الكغاف دي واحد الفونكسيون اف اونتر واحد لانترفال ا بي، هذا غير المهم اشنو كنعنيو حنا اصلا بالتكامل. دونك خدينا كمثال واحد الداله دايره على هذا الشكل. المهم دونك ها هي ا، ها هي اف دو ا ياك، وهي اف دو بي، هذه هي اف دو بي ياك الشباب. دونك اشنو كنعنيو بالانتيغرال ديال واحد الفونكسيون اف؟ اف دو اكس دي اكس لانتيغرال ما بين ا و بي، ما بين ا و بي ياك. قلنا حنايا هي الداله الاصليه ديالها اللي هي اف كونت اف دو بي موان كونت اف دو ا ياك. هذا الانتيغرال يا شباب هو كنعنيو به المساحه، المساحه، المساحه اللي ما بين هاد السد اف يعني بتيت اف، المساحة ما بين بتيت اف و وهاد محور الافاصيل بعلاقته بهاد لي بورن، مفهوم؟ يعني هاد هاد لابارتي هادي، هادشي اللي كاين لينا حنا التكامل، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ كانت عندي الدالة طالعة ونازلة، المهم معليناش، وكان ا المهم على هاد الشكل، وكانت ا هنايا وبين، مفهوم؟ هادي هي بي وهادي هي ا، معليناش حنا ماشي مشكل. ها هي اف دو ا وها هي اف دو بي. المهم كاين دي كونديسيون غادي نشوفوهم من بعد، علاش هذيك الداله خص تكون متصله كيف ما شفنا في الاول، يعني خص تكون ضروري متصله ما بين هاد لي بورن هادو باش يمكن لي نحسب التكامل، او نحسب بمعنى او بمعنى اخر او نحسب المساحه. دونك التكامل ديال اف، المهم هو نفس تكامل اف، عندي هنا اف واحد واحد واف دو، المهم هذا السي اف. دونك كما قلنا الانتيغرال هو حساب المساحة، المساحة ما بين هاد السير اف لا كور و ومحور الافاصيل علاقته بهاد المجال ا بي، مفهوم؟ يعني اللي كيشكل لنا هاد المجال. دونك هنا هذا هو المساحة او هذا هو التكامل ديال اف، نعتبروا ان هذه كتساوي للجي، دونك هذه هي جي دو بي وهذه هي جي دو ا، مفهوم؟ هذا هو الانتيغرال ديال جي دو اكس دي اكس اونتر ا اي بي، مفهوم الشباب؟ هذا هو هذا الشيء اللي كنعنيو حنا بالانتيغرال. يمكن دابا نحسبوا بحال دابا المساحه ديال الدائره ولا المساحه ديال المربع ولا المثلث ولا اي مساحه كيف ما كانت، كيف ما حنا ديجا عرفناها في الابتدائي والاعدادي وحافظينهم بحال لانتيغرال بحال المساحه ديال المربع. المهم المساحه ديال واحد المربع ديال واحد الكاغي هي ا او كاغي ياك، يعني الضلعين جداء ديال الضلعين يمكن نحسبوها بالانتيغرال. يعني اذا خديت واحد لو سيغمون ما بين ا و بي، ها هو ا و بي، ولا خديت هذا كامل كيساوي ليا ا، المهم ناخذ هذا هو ما عليناش حنا باش هذاك الشيء راه كامل كاين الانتيغرال. دونك زيرو حتى ل ا باش نخرج هذا ا كاري، ونعتبر هذه هي ا وهذه هي ا، مفهوم؟ دونك الانتيغرال هو هذه المساحه، هو هذه المساحه هذه، مفهوم؟ وهاد الفونكسيون شنو هي؟ هي اف دو اكس او ايغريك كيساوي ليا ديريكتومون ا، يعني كونستانت ما بين ا و ا، ما بين زيرو و ا ياك، حيتاش اكس ها هو ديال اكس ها هو ديال ايغريك، هذا غير دابا جابتو الهضره وصافي. دونك لانتيغرال ديال الفونكسيون اف كيساوي ليا ا، اسمحوا لي هنا راه ايغريك يعني ا هنايا وهنا ا، باش يكون عندي نفس الطول ونفس المهم نفس الضلع، باش يكون عندي هنا ا وهنا زيرو ا هنا زيرو ا، مفهوم؟ دونك لانتيغرال ديال اف دو اكس دي اكس اونتر زيرو اي ا ياك الشباب، اش كيساوي ليا؟ هي اللي هي لانتيغرال ديال اش ديال اف، اف قلنا هي انها كتساوي دابا ا راه هي اف دو اكس ياك، اف دو اكس هي ايكغيك اللي هي الصورة ديال اكس، لانتيغرال ما بين زيرو او ا ديال اش ديال ا، ا دي الفاريابل هو هنا هو اكس ياك. اش كيساوي ليا؟ ا
كونستانت يعني البريميتيف ديالو اللي هي ا فوا اكس، هكا ديال هذه حاجه عارف ديجا شفناها ما بين زيرو و ا ياك بلس واحد لا كونستانت. حنا لا كونستانت ما عندناش فيها مشكل، ما عطاوش لنا في ليكزيرسيس، يعني ما بين زيرو و ا كندير اف دو ا موا اف دو زيرو، يعني غروند اف اللي هي هذه اللي داخل. دونك عندي هنا الفاريابل اللي هو اكس غتبقى ا كونستانت و اكس، كنضربها فاش كنعوض فيما بان ليا اكس، نعوضو بهاد لي بورن هادو، نعوض بالبورن الاول اللي هو ا اكس، نعوضو با اللي هو ا موان ا البورن الثاني اللي هو زيرو، نضربها في زيرو مفهوم، غيعطيني اللي هو ا فوا ا اللي هي ا مربع ناقص ا فوا زيرو اللي هو ا، اللي هي ديريكتومون اللي هي المساحة ديال الدين مربع، وهكذا دواليك. يعني هاد لي زانتيغرال كيعنيو ليا المساحة اللي كتشكل ليا ما بين السيد اف ومحور الافاصيل في لي بورن اللي عطاوني مفهوم. ندوزو دابا لبعد البعض ديال الخاصيه ديال هاد لانتيغرال هذا، حيتاش دابا لانتيغرال ما بين حيتاش خدينا ما بين ا و بي، نفترض انني ما بين ا ونفس ا، يعني لانتيغرال في هاد المسافه يعني كيبقى ليا ا، يعني ديريكتومون لانتيغرال ديالو كيساوي ليا زيرو مفهوم. يعني عندي لانتيغرال ديال اف دو اكس دي اكس، الا كان هاد لي بورن نفسهم يعني من ا حتى ل ا كيعطيني ديريكتومون زيرو مفهوم. ممكن نديمونطريوها، الا كانت اف الدالة الاصلية ديالي هي كونت اف، لانتيغرال ديال هذا كيساوي ليا اللي هو اف دو اكس ديال اش ديال ما بين ا و ا كونت اف، اللي كيساوي ليا اف دو ا موان اف دو ا، نعوض البون الاول اللي هو ا موان اف دو البون الثاني اللي هو ا، و اف دو ا موان اف دو ا كتساوي ديريكتومون زيرو مفهوم الشباب. دونك ندوزو للخاصية الثانية، لانتيغرال ما بين ا و بي ديال واحد الفونكسيون اف دو اكس دي اكس، ما عليناش كيساوي ليا الا قلبت هاد لي بورن هادو كنقلب الاشاره مفهوم، راه من بي موان ا اش كتساوي ليا ناقص ا موان بي مفهوم. يعني الا دخلت الموان هنايا تولي موان ا، موان مع الموان سي بلوس، يعني بلوس بي اللي هي ديريكتومون بي موان ا اللي هي نفسها هادي مفهوم الشباب. نفس القاعده للانتيغرال، يعني كتساوي ليا موان الا قلبت لي بورن، يعني من بي حتى لاش حتى ل ا ديال اف دو اكس دي اكس كتبقى نفسها مفهوم الشباب. ندوزو دابا كا واحد السكالير خديناه ضربناه في هاد لانتيغرال هذا، ضربناه في واحد فونك ضربناه في الفونكسيون واحد لامدا عدد عادي ضربناه في الفونكسيون، يمكن لي نخرج هذا على برا على برا لانتيغرال، حيتاش لانتيغرال ديال الفونكسيون او المهم غادي تشوفوا من بعد، غادي نشوفوا من بعد ان هاد واحد العدد اللي تضرب ليه في وسط او لانتيغرال ديال واحد فونكسيون، المهم غادي نشوفوا داكشي من بعد، غادي نشوفوا كيفاش. هي لامدا لانتيغرال ديال ا بي اف دو اكس دي اكس مفهوم، يعني لانتيغرال كيخرج ليا برا على لانتيغرال، حيتاش من بعد غادي نشوفوا الليميت ديال لي زانتيغرال وغادي نشوفوا واش يعجب. المهم الليميت ما يمكنش تخرجها الا ما كانوا دي كونديسيون، يعني المهم خصنا شي شروط اللي مهمين. ناخذوا واحد الخاصيه اخرى، يعني الا كانت عندي لانتيغرال من ا حتى بي ديال واحد اف دو اكس ديال دي اكس كتساوي ليا، يمكن نفرق هاد لي بورن، يعني الا كانت ما بين الا كانت عندي هنا ها ا ها بي وكان عندي هنا واحد سي مفهوم. لانتيغرال من ا حتى بي كيساوي لانتيغرال من ا حتى سي زائد لانتيغرال من سي حتى بي، يعني يمكن نفرق لي زانتيغرال مفهوم الشباب. يعني كتساوي لانتيغرال من ا حتى سي اف دو اكس دي اكس بلس لانتيغرال من سي حتى لاش حتى لبي اف دو اكس دي اكس مفهوم، بحيث ان سي اونتخ ا اي بي مفهوم، ان سي اونتخ ا اي بي مفهوم الشباب. غير حضيو الشباب، حيتاش دابا راه كل كندير الانتيغرال ديال كل حاجه، وباش نسالي الانتيغرال كنساليه بالدي اكس مفهوم، يعني كيتسمى الانتيغرال الاول هذا الانتيغرال الثاني مفهوم الشباب. خاصيه اخرى، يعني الا كان عندي دو فونكسيون اف دو اكس و جي دو اكس، كان عندي المجموع ديالهم دي اكس، المجموع ديال اف دو اكس بلس جي دو اكس لانتيغرال ديالهم كامل اش كيساوي ليا، يمكن ليا نفرقهم، يعني كتساوي لانتيغرال من ا حتى بي اف دو اكس دي اكس بلس لانتيغرال الثاني من ا حتى بي، يعني كيبقى لي بورن هما نفسهم ديال اش ديال الفونكسيون الثانيه اللي هي جي دو اكس دي اكس مفهوم الشباب.
على هذا كيسمى الاخطاط. المهم سمي بحال كذا لينياريتي، على خلاف لانتيغرال ديال اف دو اكس فوا جي دو اكس، على خلاف انه كيساوي ليا نفرق بيناتهم. هذه ابدا 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 انني نديرها، يعني من ا ل ب ديال اف دو اكس دي اكس لانتيغرال ديال من ا حتى ل ب جي دو اكس. هذه اوهو اوهو الشباب، ياك هذه ما كايناش، هذه من بعد غادي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، غير هذه ما كايناش الشباب ياك. دونك ناخذ واحد خاصيه اخرى، ان لا فالور ابسولي ديال لانتيغرال من ا حتى ل ب ديال واحد الفونكسيون اف دو اكس دي اكس، بحيث مهم هاد البورن هادو خصو يكونوا بوزيتيف، ومهم راه انفيريور او ايغال ا لانتيغرال من ا حتى ل ب، بحيث الا كانت بي اكبر من ا بطبيعه الحال ديالاش ديال لا فالور ابسولي ديال اف دو اكس بوحدها لا فالور ابسولي ديالها دي اكس. مفهوم؟ يعني هاد الكونديسيون هادي راه مهمه حتى هي، غادي نستعملوها هادشي كامل، هاد لي بروبريتي غادي نستعملوهم بزاف في التمارين. مفهوم الشباب؟ زيادة على واحد الخاصية أخرى، إلا كانت عندي بحال دابا اف انفيريور ايكال جي، ياك هادشي شنو كيستلزم ليا أن الانتيغرال ديال اف انفيريور الانتيغرال ديال جي، ما عندي حتى شي مشكل ما بين نفس لي بورن اللي هما ا بي، إلا كانت بطبيعة الحال بي أكبر من أو لا ما عليناش حنا، ماشي مشكل. دونك الانتيغرال ديال اف دو اكس دي اكس راه انفيريور ايكال الانتيغرال من اتال بي جي اكس دي اكس. مفهوم؟ هادشي هادو غادي نحتاجوهم بزاف في التمارين. مفهوم الشباب؟ هنا ما ننساوش كيف ما قلنا بان راه بي راه اكبر من بهاد لا كونديسيون هادي، مفهوم؟ اكبر او تساوي، ما عندناش هذا الشيء مشكل. مفهوم الشاب؟ دابا ناخذ واحد المثال باش نحاولوا نزكيو هاد الامور هادو. المهم ناخذ مثال اللي بسيط، يعني ناخذ لانتيغرال ما بين ما بين زيرو ديال بي ديال السينوس دو اكس، المهم ولا من زيرو حتى الإيكغيك ولا ما عليناش، حيتاش دابا هنا شاب على ذكر هذا الشيء، حيتاش دابا حنا خدينا لي بوغن غير ما بين واحد العددين حقيقيين، راه كاين لانتيغرال اللي كيكون ما بين دو فونكسيون، مفهوم؟ ما بين واحد اوج و في، ولا ما بين واحد اف و جي، ولا ما عليناش، حيتاش كما قلنا لانتيغرال هو حساب المساحة ما بين سيد اف و محور الافاصيل و تخا دوك لي دو بوغ لي دو بوغ. فهم كانت عندي هذه ا وهذه هي بي، دونك المساحه ديال اف او لانتيغرال ديال اف هو المساحه. مفهوم؟ من هنا لقدام او المهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاول نوصلوا ليه. يعني كان عندي اف هي هذه، وكانت عندي واحد فونكسيون يو داير على هذا الشكل و في داير على هذا الشكل. مفهوم؟ وبغيت نحسب الداله، بغيت نحسب لانتيغرال ديال سي دي اف اونتر في دي اكس او يو دي اكس او في دي اكس. ما عليناش شنو هو الانتيغرال، هو المساحه ما بيناش ما بين سي دي اف و في يو او في. مفهوم؟ ها هي سي دي اف، ها يو، ها في، يعني هاد لا بارتي هادي بالضبط. مفهوم؟ دابا هنا فين كاين الفرق، حيت هادوك لي بون كيلعبوا دور مهم بزاف، حيت المهم غادي نشوفوا داكشي من بعد، هادشي خليه ابارتي من بعد. دونك الانتيغرال ديال سينيس دي اكس كما كنعرفوا سينيس شنو هي الدالة اللي درت ليها الاشتقاق يعطيني سينيس، هادشي نفس القضية ديال بخصوص بخصوص الدول الأصلية. دونك شنو هي الدالة اللي درت ليها الاشتقاق تعطيني سينيس اللي هي كوسينوس، والكوسينوس درت ليها الاشتقاق يعطيني موان سينيس، يعني موان كوسينوس. مفهوم؟ يعني موان كوسينوس ديال اكس، حيتاش موان كوسينوس ديال اكس درت ليه المشتقة ديالو، الموان غيبقى ليا على برا، الكوسينوس كيعطيني موان سينيس اللي هي موان مع الموان غيمشي بلوس، دونك يبقى ليا سينيس. مفهوم الشباب؟ دونك اونتر زيرو اي بي، مفهوم؟ اللي كتساوي ليا هي موان كوسينيس ديال هاد بي اللي هو بي، موان اللي هاد موان اللي كاين عليا الداخل، الكوسينيس ديال اش ديال زيرو. مفهوم؟ كتعطيني موان نخرج على برا اللي هي اللي باقي لي على برا، كوسينس ديال بي شنو هو؟ اللي هو ناقص واحد. فهم؟ ناقص كوسينس ديال زيرو، دونك ناقص ناقص تعطيني بلوس، نحسب غير كوسينس ديال زيرو، كوسينس ديال زيرو اللي هو واحد. مفهوم الشباب؟ دونك ناقص ناقص اللي هي زائد زائد واحد، دونك واحد زائد واحد سي دو. مفهوم؟ دونك لانتيغرال ديال سينيس ما بين زيرو و بي كيعطيني دو. مفهوم؟
دو على حسب باش حسبنا حنايا، حيتاش دابا السينس كيف ما كنعرفوا على شكل دالة دورية، يعني يمكن الانتيغرال ديالها اللي هو المساحة ما بين، المهم ناخدو واحد المثال اخر، المهم ناخدو ما بين 0 و 2 ديال واحد فونكسيون بولينوم ديال اكس كاري موان 3 اكس دي اكس. هادو غير امثله بسيطة باش نحاولوا نعرفوا كيفاش، يعني شي غير باش دونك كنمشي نحسب لي بريميتيف ديال هادي الداخل. دونك كندير الكروشي البريميتيف ديال اكس كاري كيف ما شفنا في الدوره الاصليه، دا اكس على بويسونس واحد ان، كنزيد في البويسونس كنزيد واحد وكنقسم على نفسه داك اللي زدتيه كنقسم عليه. فهم دونك هنا عندي دو غيولي 3، يعني اكس على بويسونس 2 بلس 1 سي 3 سور ديريكتومون 3. فهم ناقص هادي باش تعطيها لي، يعني كنخلي داك 3 على برا، اكس الداله الاصليه ديالها شنو هي اللي هي اكس كاري، يعني كما كنا كنزيدو واحد البويسونس في البويسونس، هنا عندي واحد كنزيد ليه واحد يعني كتولي 2 وكنقسم على 2 نفسها. مفهوم اونتر 0 اي 2 مفهوم الشباب. دونك اللي غادي تساوي ليا نحسب كل حاجه بوحدها او شويه عليا، يعني كيف ما قلنا اف غروند اف دو بي موان غروند اف دو ا، هنا راه كان عندي اف دو اكس، اكس كنعوضها ب و اكس كنعوضها ب ا، بي عندي هي 2 و ا هي 0، دونك اف دو بي ها هي اف، فيما بالي اكس نعوضو بي و بي عندي هو 2، يعني فيما بالي اكس نعوضو ب 2. مفهوم اكس هنا اكس على بويسونس 3 يعني نعوضو ب 2، 2 على بويسونس 3 سيغ نفس 3 موان 3 سيغ 2 اللي هي هادي مضروبة في هاد اكس، هادي اكس على بويسونس 2 اللي هي 2 على بويسونس 2. مفهوم الشباب. ناقص 0 على بوزونس 3 اللي هي 0 ناقص 0 0 في هاد العجيب هذا يعطيني كاملها 0. مفهوم غتبقى لي غير هاد لابارتي 2 على بوزونس 3 يعني هي 8، يعني 8 في 3 موان بون 2 غتختز ليا مع 2 غتبقى لي 2 فوا 3 سي 6. مفهوم دونك يمكن ليا نجمع هادشي، يعني النيميراتور اللي هو 3 8 موان 3 فوا 6 6 8 moins 6 moins 10 sur 3. مفهوم الشباب. دونك نقدروا نقولوا بان راه التكامل راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، يعني كاينين شي تمارين اللي كيبغوا شويه التفكير كيكونوا معقدين شي شويه، هنا فين غادي نشوفوا كاينين دي ميثود باش نلقاو لي زانتيغرال. فهم يعني كاين الحساب المباشر، المهم غادي نشوفوا دابا من بعد، هنا دابا غادي نشوفوا اللي هي نديرو دابا عنوان جديد اللي هو تقنيات حساب التكامل. هاد التقنيات هادو، التقنية الأولى هي هو الحساب المباشر، الحساب المباشر كيف ما درنا من قبل، يعني كنمشي نحسب ديريكت، كنمشي نحدد الدالة الأصلية إلا عرفتها، يعني كنحاول نفكر شي شوية لقيت نحاول نلقى دي ميثود باش نسلك راسي، ما لقيتش غادي نشوفو لابارتي الأخرى. دونك الحساب المباشر ناخذ مثال، دونك باش ندير حساب مباشر كنحاول نستعمل داك جدول الدول الاصليه، الدول الاعتياديه. مفهوم كنستعمل داك الجدول اللي شفنا اللي كيتعطى ديما في الدروس وكتكاين في الكتب موجود، يعني جدول الدول الاصليه للدول الاعتياديه. مفهوم يعني هادو خصهم يتحفظوا ويكونوا ديجا كاينين. دونك ناخذ واحد مثال اللي هو لانتيغرال ديال من 0 حتى ال ln دو 2 ديال 1 على 1 بلس اكسبونسييل دو اكس دي اكس. مفهوم الشباب. دونك هادي باش نلقى لانتيغرال ديالها صراحه غادي تبقى كتشوف فيها صافي، يعني الارك تانجونت صعيب، ال ln صعيب، يعني ال ln ديال واحد هنا كيوحي لي انه ln ولكن صعيب باش نخرجو. الا حاولت درت الشكل القانوني، الشكل القانوني يعني زدت واحد هاد لابارتي زدت ليها واحد ليكسبونسييل ديال 2 اكس ونقصتو، يعني بحال ما درت والو، ها هي واحد بلس اكسبونسييل ديال 2 اكس موان ليكسبونسييل ديال 2 اكس ياك الشباب، على 1 بلس اكسبونسييل ديال 2 اكس نفسها ياك، هنا الفوق زدت اكسبونسييل ونقصتو ياك الشباب دي اكس.
هاد لابارتي هناخد، انا بغيت غير هاد لابارتي الاولى، هادي على هادي يمكن نفرقها على هادي موان موان هاد لابارتي هادي، ياك اللي كتساوي لانتيغرال من زيرو تال ال ان ديال دو ديال اش، هادي سيغ هاد اللي هي ديريكتومون ا، ياك موان هاد الاشارة هادي ناقص اكسبونسيال ديال دوز اكس سيغ ان بلوس اكسبونسيال ديال دوز اكس دي اكس، ياك هادشي اونتر بارونتيز. مفهوم من هنا كيبان لي انه البلان راه باين، مفهوم الشباب. دونك اي ان كيف ما شفنا ان المجموع ديال دالتين الانتيغرال ديالهم هو الانتيغرال ديال الاول زائد الانتيغرال ديال الثاني، كان عندي الناقص ناقص الانتيغرال الثاني. دونك نمشي نحسب الانتيغرال الاول، الانتيغرال ديال اكس ديال ان شنو هو؟ هو اكس ديريكتومون اكس ديال اش اونتر 0 و ان دو 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 موا، كندير موا كنحدد الانتيغرال ديال هادي. الانتيغرال ديال هادي يا الشباب اش بان لكم؟ ماشي هي الالين، الالين ديال واحد الفونكسيون اف، يعني كيف ما كنعرفوا ان الالين ديال واحد الفونكسيون اف دو اكس المشتقة ديالها شنو هي، كندير اف بريم دو اكس الفوق والتحت كنعاود نكتب اف، مفهوم؟ الا درت الانتيغرال درت الالين ديال هاد الالين ديال ان بلس اكسبونسيال ديال دو اكس المشتقة ديالها شنو هي، كما قلنا كندير الاشتقاق ديال هادي الداخل، هادي الداخل ان سي زيرو اكسبونسيال دو دو اكس هي دو اكسبونسيال دو دو اكس، ياك الشباب لتحت يبقى هي ان بلس اكسبونسيال ديال دو اكس، ياك الشباب هادي راه هي هادي ولا لا، يعني يكفي اني نضرب ان سيو دو او يكفي اني نضرب في واحد دو، مفهوم؟ دونك يكفي اني نضرب هادي في دو ونقسم على دو باش تعطيني ديريكتومون هاد الجبال هذا، مفهوم؟ دونك كتعطيني اللي هي اكس كما قلنا ان دومي الين ديال اش ديال ان بلس اكسبونسيال ديال دوز اكس اونتر زيرو اي الين دو دو، مفهوم؟ ومن هنا توصل دابا لي زانتيغال او الدواء الاصلية ديال هادشي اللي عندي لداخل. دونك كتساوي ليا ديال اكس ديال الين دو اكس كنعوض عندي اف اف دو الين دو دو موان اف ديال زيرو، يعني اكس كنعوضها بالين دو دو موان ln دو زيرو اللي هو زيرو، دونك غتبقى لي غير ln دو دو، مفهوم؟ فهاد لابارتي الاولى موان نفتح القوس نحسب f ديال ln دو دو موان f ديال زيرو، مفهوم الشباب؟ يعني تولي لي ان دومي ln ديال اش ديال ان بلوس فيما بان لي اكس نعوضو ب ln دو دو اكسبونسيال ديال دو اكس يعني نعوضها ب ln دو دو، مفهوم؟ موان ان دومي ln ديال 1 plus exponentielle de 2 fois 0 lié à dit donc c'est exponentielle 0 c'est directement lié à 4 c'est lié à 1 ou 1 plus 1 c'est 2 donc ln de 2 donc 4 c'est lié à ln de 2 moins 1 demi ln de 1 plus 2 ln de 2 qui fait ma canard fait 2 à dit qui est en train à la puissance. مفهوم الشباب؟ يعني غتولي ليا الين ديال دو على بيسونس دو و دو على بيسونس دو سي كاتر، ما عندناش غادي نديرها هنايا، دو الين ديال دو كتساوي ليا اللي هي الين ديال دو على بيسونس دو و هادي لداخل كتساوي ليا كاتر يعني الين ديال ربعة، ياك الشباب؟ دونك الين ديال ربعة هادي غتساوي ليا الين ديال ربعة، مفهوم؟ و اكسبونسيال الين ديال واحد اكس كيعطيني ديريكتومون داك اكس، يعني ديريكتومون هادي تعطيني كتساوي ليا ربعة و ربعة بلس ان سي خمسة، دونك اللي هي الين دو سانك موان ان دومي الين كيف ما قلنا بانها كتساوي الين ديال دو، مفهوم الشباب؟ الين ديال دو يمكن نجمعها مع الين ديال دو، دونك عندي ان فاكتور ديال الين ديال دو، هنا عندي فاكتور اللي هو ان دومي، يعني ان موان ان دومي سي ان دومي، دونك ان دومي الين ديال دو موان ان دومي الين دو سانك، مفهوم الشباب؟ او بالاحرى واقيلا كان كيبان لي ان عندي شي خطا هنا، يعني الموان راه غيتنصر ليا غتولي ليا بلوس هادي، ياك ما غادي نشرها غتولي ليا بلوس، سمحوا لي انا راه عندي موان هنا غتولي بلوس، اعتذر، يعني غتولي ليا ان دومي بلوس ان سي تخوا دومي، تخوا دومي الين ديال دو موان ان دومي الين دو سانك، مفهوم؟ دونك هذا هو الانتيغرال نسميوه اي ولا شي حاجه بحال هكا، مفهوم الشباب؟ دونك توصلنا دابا للانتيغرال ديال هاد المثال هذا كمثال للحساب المباشر. دونك ندوزو للتقنية الثانية اللي هي تقنية المكاملة بأجزاء، تقنية
المكاملة بأجزاء. هذه المكاملة بأجزاء كتنفعنا بزاف في هذه ليزانتيغال، يعني غادي تعاوننا بزاف صراحة، يعني هي كتحل المشاكل في هذه ليزانتيغال صراحة. أنا هذه التقنية دي هي اللي كتعجبني، أبر على التقنية ديال الحساب المباشر والتقنية ديال التغيير المتغير. المهم هذه التقنية ديال الحساب أو تقنية المكاملة بأجزاء، فين كتنفعني هذه التقنية المكاملة بأجزاء؟ إذا كان عندي لو برودوي ديال اف و جي، يعني اللي شفنا قبيله بانني ما يمكنش نديرها، هنا يمكن لي نديرها. دونك الا كانت اف و جي قابلتان للاشتقاق، ياك قابلتان للاشتقاق على واحد المجال ا بي، مفهوم؟ دونك هادي لا كونديسيون راها جديده، يعني غادي نحتاج الاشتقاق. داكشي علاش كنرسل قابليه الاشتقاق، غادي نحتاج ليه في هاد التقنيه ديال المكامله باجزاء. مهما يكون اكس ينتمي الى المجال ابي، خص يكون عندي كيف ما كنعرف بان اف دو اكس فوا جي دو اكس، درت ليها المشتقه كنعرف كتساوي لي المشتقه ديال الاولى مضروبه في الثانيه، هي اف بريم دو اكس مضروبه في جي دو اكس بلس المشتقه او الثانيه الداله الاولى مضروبه في المشتقه ديال الثانيه مضروبه في جي بريم ديال اكس. مفهوم الشباب؟ دونك هادشي شنو كيعني ليا؟ بأن لانتيغرال من أ حتى لبي ديال اش؟ ديال اف دو اكس جي دو اكس دي اكس، يعني بحال قلت درت لانتيغرال ديال هاد المشتق هادي، اش كتساوي ليا؟ هي لانتيغرال ديال هاد العجب هذا، ولانتيغرال ديال هاد العجب يعني مجموع ديال دالتين، والمجموع ديال دالتين لانتيغرال ديال مجموع دالتين اللي هو لانتيغرال ديال الدالة الأولى زائد لانتيغرال ديال الدالة الثانية، يعني كيساوي لانتيغرال من أ حتى لبي ديال اف بريم دو اكس جي دو اكس دي اكس، ياك بلوس لانتيغرال من أ حتى لبي اف دو اكس جي بريم ديال اكس دي اكس، ياك الشباب. دونك هادي كيما كنعرف لانتيغرال واحد فونكسيون مشتقة، أو دونك لانتيغرال ديال واحد اف بريم دي اكس، هادي نسيت ما درتهاش في الخصائص، دوك الخصائص اللي درنا فهمتو، كتساوي ديريكتومون اللي هي اف ديال اش ديال اكس اونتخ ا اي بي، يعني اف هاد بيت اف نفسها، مفهوم؟ يعني دونك انا عندي لانتيغرال ديال هاد المشتقة لانتيغرال ديالها اللي هي نفسه اف دو اكس جي دو اكس اونتخ ا اي بي، مفهوم؟ نفسها، حيت عندي المشتقة حسبت لانتيغرال ديال المشتقة، يعني المشتقة نرجع للأصلية ديالها اللي هي نفسها الدالة نفسها، كتساوي لي لانتيغرال من أ حتى لبي اف بريم دو اكس جي دو اكس دي اكس بلوس نفسه، يعني لانتيغرال من أ حتى لبي اف دو اكس جي بريم دو اكس دي اكس، مفهوم؟ دونك هادي دابا أنا جيتكم من يعني بحال غير بغيت كيفاش نديمونطريو. ومنه المكاملة بأجزاء، اش كتقول لينا؟ لانتيغرال إذا كان عندي لانتيغرال من أ حتى لبي ديال واحد فونكسيون اف بريم دو اكس فاكتور فواحد جي دو اكس دي اكس، كتساوي ليا كيف ما شفنا أنني كتساوي ليا هي اف دو اكس جي دو اكس ما بين أ و بي موان لانتيغرال من أ حتى لبي ديال اش ديال اف دو اكس دونك جي بريم دو اكس. مفهوم الشباب؟ دونك في حالة عامة إذا كنت عرفت أن هاد اف بريم عرفت الدالة الأصلية ديالها، يعني عندي واحد فونكسيون اف كنعرف الدالة الأصلية ديالها والجي ما عرفتهاش، هنا كندير المكاملة بأجزاء. دونك هذه هي القاعدة من بعد ما ديمونطرينا عليها، ياك الشباب. دونك من بعد هاد القضية هادي غنشوف واحد المثال، دونك ندير واحد المثال باش نحاول نأفونسيو فاش. إذا عندنا واحد اي لانتيغرال من زيرو حتى الان ديال اكس اكسبونسيال ديال دوز اكس دي اكس، باش نمشي نحسب لانتيغرال ديالها غير صعيب، يعني فاكتور دو دو فونكسيون، الاكسبونسيال عندي كنعرف الداله الاصليه ديالو و اكس كنعرف الداله الاصليه ديالو، ياك يعني يمكننا نستعملهم بجوج، يعني نقدر ناخذ اف سوا اكس سوا الاكسبونسيال ديال دوز اكس، ياك الشباب. ولكن كان عندي واحد القاعده غادي نشوفها من بعد، هي ديك المهم واحد لاستيوس ديال باش شكون الاول اللي غادي نستعمل، هي البيس، ياك ارك تونجونت لوغاريتم بولينوم ليكسبونسييل اي الكوسينيس والسينيس، مفهوم؟ يعني بهاد لوغدر هذا بهاد الترتيب، يعني اذا كان عندي لارك تونجونت هو الاول اللي كنستعمل،
فهم كفونكسيون اف بريم. كان عندي اللوغاريتم ال هو الاول، البولينوم عاد البولينوم عاد الاكسبونسيل عاد الكوسينيس، مفهوم؟ دونك شنو كندير هنا؟ كندير نضع U دو X، دونك U دو X كتساوي ليا نوضع هي X، مفهوم؟ حيت عندي بولينوم كاينة قبل ليكسبونونسيال، يعني X عبارة عن بولينوم، يعني كنوضع هو U دو X ولا ديك F دو X، المهم كناخدو ديك U في باش نسهلو علينا الأمور. U دو X هي X ياك، U بريم شنو هي؟ هي أن، مفهوم؟ وناخد V دو X أو V بريم دو X كتساوي ليا هي ليكسبونونسيال ديال دوز X. ياك الشباب، اف في دي اكس كتساوي ليا هي اذا تلي على الداله الاصليه ديالها اللي هي اكسبونسيال ديال 2 اكس سيغ 2، مفهوم الشباب؟ دونك هذه او دي اكس هذه هي ديك جي، مفهوم؟ او بالاحرى جي، حيت انا قلت لكم قبيله بانها اف بريم ولكن لا هي جي، مفهوم؟ كنمشي نحسب الاشتقاق ديالها باش نمشي نعوضو من بعد باش نحدد الانتيغرال. دونك غنشوفو كيفاش انا اش غتساوي لي. دونك اي هاد اي هادي اش غتساوي ليا حسب القاعده هي اف و جي، فين هي اف فين هي جي؟ عندي U وعندي V، مفهوم؟ يعني كندير اكس فو هاد العجب هذا، يعني اي فو في انطلاقا زعما غير من داكشي اللي وضعته انا، يعني كنمشي نعوض باكس U فو في اللي هي اكس فو ليكسبونسيال ديال 2 اكس سور 2، ياك الشباب؟ اونتخ 0 اي 1، هادشي اللي عطاوني هنا ياك، موان لانتيغرال ديال اش من 0 حتى ل 1 ديال اف فوا جي بريم، ها هي اف ها هي جي بريم، مفهوم الشباب؟ او بالاحرى او بالاحرى هي هذه اف اف بريم فوا جي او اف فوا جي بريم، مفهوم؟ دونك غادي نديرو تمارين باش نحاول نتعودو على هذا الشيء. دونك هي 1 فوا ليكسبونسيال ديال 2 اكس سور 2 دي اكس، مفهوم الشباب؟ دونك هذه راها صافي راها باينه، دوك بقى عندي غير هاد لانتيغرال هذا، هاد لانتيغرال هذا يمكن لي نحدو ليكسبونسيال كنعرف لانتيغرال ديالو، دونك نديرها في الجنب، ندير لانتيغرال من زيرو حتى لان ديال اكسبونسيال ديال دوز اكس سور دو دي اكس، ياك الشباب؟ اش كتساوي ليا لانتيغرال ديال هادي كنعرفو شنو هو اللي هو نفسه، او بالاحرى لا لانتيغرال كنقسم على دو، يعني غتبقى ليا ان دومي على برا ليكسبونسيال ديال دوز اكس اللي هو ان سور دو اكسبونسيال ديال دوز اكس، حيتاش ليكسبونسيال ديال دوز اكس يمكن ليا نلقى لانتيغرال ديالو للدالة الأصلية ديال ليكسبونسيال ديال دوز اكس اللي هي اكسبونسيال دو دوز اكس سور دو، مفهوم؟ يعني اكسبونسيال دوز اكس سور دو اونتخ زيرو اي ان، مفهوم الشباب؟ يعني ان دومي غتبقى ليا على برا نعوض، ان دومي غتبقى ليكسبونسيال ديال دو اكس اكس نعوضها بان يعني هي دو موان ان دومي اكسبونسيال ديال 0، مفهوم؟ اللي هي 1، دونك اكزاكتومون هادشي اللي عطاني، نشر ان دومي تعطيني هي 1 سور 4 اكسبونسيال او كاري موان 1 سور 4، مفهوم الشباب؟ دونك هاد لانتيغرال اللي هو هذا كيعطيني هاد العجب هذا، دونك هادي نعوض هنا، دونك اي تساوي ليا نعوض نحسب 1 1 فوا ليكسبونسيال ديال 2 سور 2، ياك ها هي 1 اكسبونسيال 2 فوا 1 زي 2 سي اكسبونسيال 2 سور 2. لو ان صافي يعني راه منحيدها، زيرو فوا هاد العجب هذا زيرو تمشي ليها لزيرو، يعني تبقى ليا غير هاد لابارتي، موا هاد العجب هذا، فهم؟ موا ان سور كات اكسبونسيال دو، الموا غادي يدخل ليا غدخل ليا على هذا تولي بلوس، يعني بلوس ان سور كات، ياك الشباب؟ نتمنى ان يكون هاد الشيء واضح. المهم يمكن دابا نجمع هاد العجب هذا، ما عندي فيه حتى شي مشكل، اكسبونسي اكسبونسيال ان دومي ان سور كات، يعني يمكن نوحد المقام اللي هو ان سور كات، نوحد المقام مهم، دو اكسبونسيال دو موان زان سي اكسبونسيال دو بلوس ان سور كات، ياك الشباب؟ اللي هي اكسبونسيال دو بلوس ان لو تو سور كات، مفهوم الشباب؟ ومن هادشي اللي كتساوي ليا اي، مفهوم؟ ناخدو مثال اخر، مثال لانتيغرال من زيرو حتى لبي، ياك نوضع هادي واحد الجي ديال اش ديال ليكسبونسيال اكس سينوس ديال اكس دي اكس، فهم؟ دونك هادي باش نحاول نخرجها، يعني ما غاديش نستعمل الحساب المباشر، غنحاول نستعمل عندي جداء ديال دو فونكسيون، ياك الشباب؟ اسمحوا لنا الشباب على هذا الصداع هذا ديال
الناس على برا. المهم عندي جداء ديال دو فونكسيون. دابا هنا يمكن نستعمل المكاملة بأجزاء. دونك نضع كيف ما قلنا كنستعمل ديك لا تكنيك ديال ار بي اس، يعني ارك تونجونت لوغاريتم بولينوم اكسبونسييل اي كوسينيس سينيس. مفهوم؟ عشان ناخذ دابا يو دي اكس غنوضعها، شكون غناخد؟ واش اكسبونسييل ولا سينيس؟ بطبيعة الحال غناخد ليكسبونسييل. مفهوم؟ ليكسبونسييل ديال اكس. مفهوم الشباب؟ دونك يو بريم دو اكس هتساوي ليا اللي هي اكسبونسييل نفسها اكس، و في بريم نوضعها هي سينوس دو اكس. ياك الشباب، الدالة الأصلية ديال السينوس شنا هي؟ هي في دو اكس اش كتساوي ليا؟ هي موان كوسينيس ديال اكس. ياك، حيتاش عدد المشتقة ديال الكوسينيس اللي هي السينيس، موان سينيس مع هاد موان سي بلوس، دونك اللي هي اكزاكت. دونك جي اش غتساوي ليا؟ كيف ما قلنا كندير او فوا في، ها هي او في ديال كنحطها ديريكت، يعني كتساوي موان كوسينيس ديال اكس فوا اكسبونسيال اكس اونتخ زيرو اي بي. ياك الشباب، موان لانتيغرال ديال اش؟ ديال او بريم فوا في. مفهوم؟ يعني ديال اكسبونسيال ديال اكسبونسيال ديال اكس فوا الكوسينيس ديال اكس. ياك، مع هاد الموان غتكون ليا على برا، ياك غتلقى موان مع الموان غتولي ليا اكزاكتومون اللي هي البلوس. مفهوم؟ اونتخ زيرو اي بي. مفهوم؟ دونك دي اكس. مفهوم الشباب؟ غتساوي ليا، يمكن لي نحسب هادي، دونك كوسينوس ديال بي اللي هي موان زان مع الموان سي بلوس يعني لو ان، غتبقى لي اكسبونسيال ديال اش؟ ديال بي. مفهوم؟ زيرو موان مع الموان سي بلوس كوسينيس ديال زيرو سي ان مع اكسبونسيال زيرو سي ان، دونك هي اكسبونسيال، دونك هتعطي اكسبونسيال بي بلوس ان بلوس هاد الانتيغرال هذا. دونك هاد الانتيغرال هذا كيفما كنعرف انها كتساوي من زيرو تال بي اكسبونسيال بي كوسينيس ديال اكس دي اكس. مفهوم؟ دونك هادي واحد الانتيغرال جديد، يمكن ليا نمشي نحدو هنا على الجنب، يعني اونتخ زيرو بي ديال اكسبونسيال ديال اكس، سمحوا لي هنا ديال اكس، ياك اكس كوسينيس ديال اكس دي اكس. مفهوم؟ نفس القضية، غادي نحاول نستعمل المكاملة بأجزاء. دونك غناخد او دي اكس اش كتساوي ليا؟ كيف ما قبيلة خديت بيها ليكسبونسيال، نعاود ناخد ليكسبونسيال، يعني ليكسبونسيال ديال اكس او بريم شنا هي؟ اللي هي ليكس نفسها اكسبونسيال اكس، او في بريم دو اكس اللي هي الكوسينوس دو اكس، في اكس اللي هي ديريكتومون سينوس دو اكس. ياك الشباب، دونك غادي نسموها واحد، بون نسميوها كا. دونك كا غتساوي ليا كما قلنا كناخد او فوا في ديريكتومون اللي هي ليكسبونسي ديال اكس سينوس دو اكس اونتخ زيرو اي بي. ياك الشباب، موان اي بريم فوا في، هادي عجب هذا، دونك كناخد لانتيغرال من زيرو حتى البي ديال ليكسبونسي اكس سينوس اكس، ليكسبونسي اكس سينوس دو اكس دي اكس. كيف ما كنشوفوا الشباب، هذه هي اي او هي جي اللي خدينا في الاول، هذه اكسبونسيال اكس سينيس دو اكس. ياك الشباب، دونك نكتب ديريكت موان اي اللي هي كتساوي ليا هذا العجب هذا اكسبونسيال بي سينيس دو بي سي زيرو، سينيس دو زيرو سي زيرو، دونك تعطيني اللي هي موان اي. مفهوم؟ دونك هذه كامله تعطيني زيرو، هي موان اي، يعني كا كتساوي ليا موان اي. دابا هاد لابارتي هادي كتساوي ليا موان اي. مفهوم الشباب؟ دونك جي غتساوي ليا هاد لابارتي اللي هي اكسبونسيال بي بلوس ان موان اي. ياك الشباب، او بالاحرى جي، ياك جي موان جي، ياك دونك موان جي ديال لابارتي الاخرى، سو كي امبليك ان موان جي غتمشي للجهة الاخرى تولي هي دو جي، ياك غتولي جي بلوس جي يعني دو جي، غتساوي ليا اكسبونسيال بي بلوس ان. دونك ومنه جي شحال غيساوي ليا؟ نقسم هادي على دو يعني اكسبونسيال بي بلوس ان سور دو. مفهوم؟ دونك هاد لانتيغرال ديال اكسبونسيال اكس سينوس دو اكس دي اكس كيساوي ليا اكسبونسيال بي بلوس ان سور دو. مفهوم الشباب؟ دونك نتمنى ان الشيء يكون واضح. ان غنشوفو المكاملة بتغيير المتغير، غناخد نشوفوها في تمارين، حيت تقريبا لا بلوبار ديال الدرس درناه تقريبا، يعني من بعد غادي نحاولوا نديروا غير تمارين. مفهوم؟ تمارين، وفي وسط التمارين غنحاولوا نديروا التذكير
المهم التذكير بخصوص داك الشيء كيكون عنده علاقة بالدرس، مفهوم الشباب؟ دونك نتمنى هادشي يكون واضح. نشوفكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.